من هؤلاء الأوغاد؟ سنعلم الآن. هيا يا فتيات كينك الشجاعات، لقنوا الأوغاد درسا في القتال. تعالوا يا عصابة الثعابين السوداء لتقطعوا بسيف المرأة السلجوقية، تعالوا. هل أنت بخير يا جوهر؟ هيا. البرسلان؟ أبجا! لا! هل أنت بخير؟ أنا بخير، لكن لا أخشى تموت. أخشى، تحملي، تحملي. Oh!
يا سيدي، من هؤلاء الشياطين؟ لننقل الجرحى إلى المقر بسرعة. أرباسكان، أخبر القبيلة. وليحضر أطباء القبيلة. أنا سألحق بكم بسرعة، ولا تضيعوا الوقت هنا. يبدو أن جرح أكتشا بليغ، جعلت من نفسها درعاً لجوهر وحمتها. بسرعة، أجلبوا العربات، سأسبقكم مع الجرحى. لا يجب أن يهتز رأسها، فاحضنيه أم كناي. هيا